الكتل لنكمل. هذا الان ببساطه الكود، انا بدي مش هدفي انا هذا الكود بالضبط، يعني هدفي انه انت تاخذ فكره، تمام؟ تاخذ فكره انه انا تبني عندك كونسبت واساس. انا لو بدي اعمل بدي تقيس، يعني كيف بيجيك مثال صدق قياس؟ اه والله انا اخذت مره كررت 3 مرات وصرت احرك بالليدات. شوي شوي بصير امورك تصير تبرمج، يعني بالنهايه ايش؟ لغه برمجه. انا لغه برمجه انا بدي ايش؟ استخدمها. طيب ممتاز، شوف الان كمل. ايوه خلصنا من مين؟ من اللي هي خلصنا من الاوتبوت. يعني انا عندي الامبد مبدئيا، انا عندي البورتات، تعرفنا على الاوتبوت كيف انا اعمل اوتبوت، تعرفنا على اللي هي شو الكلاس او اللايبرري اللي انا عندي ديجيتال، ديجيتال اوت، والان واخذنا اللي هي الباص اوت وعرفنا شو فايدته، تمام؟ الباص اوت. هسه الان في شغله، ذاكرين هذا المثال؟ هذا المثال. طبعا انا بدي احله بطريقه ثانيه باستخدام الباص اوت عشان تكون الامور فكره واصله. طلع ايش باجي بعمل؟ باجي ها هون بيش بس باجي بقول بستبدل هنا ايش؟ بقول هيك نجي نفسه هذا الكود بدي اكرره، اعمل له ريبليسمنت. هاي اجي اقول بس بس اوت، بدي اسميه ماي ساين اشارتي. ايش اجي اقول؟ بي بالترتيب بي 5، اكون انا عارف بي 6 بي 7 هيك بالترتيب، يعني انا اكون انا عارف مثلا بي 5 بي 6 بي 7. انا عباره عن هاي ريد، هاي عباره عن جرين، هاي اورنج، تشتغلوا نفس اللون. اي عرفته تمام. باجي هون بقدر انا ايش؟ هذا اشطبه كله هيك، اشطبه كله عادي هيك. باجي ايش باجي بقول هيك؟ مثلا باجي انا هون بريح راسي، ايش باجي بعمل هيك؟ بقول انا عندي ماي ساين، ماي ساين تساوي 1 هيك هيك، وبعمل ويت، عرفت كاركتر ماي ساين يساوي 1 عادي. ويت مثلا انا 5 سكند. اللي تحت ممكن انا اعملها شيفتنج زي ما عملت اول مره، بقول ما هي اصلا بالباينري الاثنين، بقول هون برجع بقول ماي ساين تساوي 2 كاركتر ككاركتر. وطبعا لما تيجي لما تتعرف على الداتا تايم لابد انها تصير اول. ويت 3 سكند، هون باجي بقول ماي ساين مثلا يساوي 6، عفوا اللي هي ماي ساين يساوي 4. ليش 4؟ انه 0 0 1 0 هيك. بشتغل على نفس الآلية، ماي ساين بعدين ويت 1 هيك. او شو باجي بعمل؟ زي ما سووا هناك اسوي كوبي فور لوب، تعمل شيفت، بده يعمل شيفت مرتين بس، اول مره اوريدي بعطيه. ايش باجي بقول؟ كيف بدي اعملها بطريقه؟ سجلوا هاي النوتات مهمه هي بتساعدكم. انا اجي اقول فور هيك مثلا، اجي اقول باجي بعرف هون كاركتر، كاركتر اكس جوا المين، شو باجي بقول؟ اللي هو اكس تساوي 1 ماي ساين تساوي 1 ويت بالمكان، قديش انا بدي ويت؟ 5 سكند. بعدين 4 4، سجلوا النوتات، اي انتجر اي تساوي 0، اي اقل من 2 لاني بس بدي مرتين، اي بلس بلس تمام هيك. بقول اكس تساوي اكس، قاعد بطبق الكوي، يعني هي قيس اعملها شفت بمقدار مره واحده، بعدين ويت اسف، بعدين ايش اقول؟ ماي ساين، ماي ساين تساوي اكس
للويت مثلا لو بدي اياهن كلهن ثوالي متساوي، مثلا ويت 5 خلين كلهن 5 هون. اما لو بدي اشياء مختلفه بقدرش اعملها فور لوب، لو بدي اياهن كلهن خمسات بقدر اعمل بهذا الشكل. اما لا، اما اجباري اذا بدي ازمان مختلفه بهاي الحاله بدي اشتغل بهاي الطريقه. او ممكن احط فاريبل كل مره، ملاحظين مثلا 5 بعدين 3 بعدين 1 الى اخره، يعني انا نقصت منه 2 كل مره بنقص منه 2 عادي. طيب هيك كلام ببساطه. بالنهايه انا برمج كيف اليه، يعني بيسهل علي انا لما بدي اجي اطلع برا الاوتبوت، ليش انا بدي 10 بنات؟ ليش اوجع راسي؟ بدي 10 بنات ليش انا اوجع راسي؟ تمام؟ طيب نقول هاي الان ببساطه كيف استخدمنا البص اوت واستخدمنا اللي هي ليفت شيفت. طيب ممتاز، بس الان نفس الفكره تماما بدنا نيجي نتعرف على مين اللي هو الانبوت. انبوت اون ذا امبيد. بس كيف انا بدي اعرف انبوت على الامبيد؟ سهلة. حلو. الان انا كالتالي هون الان ببساطة بدنا نيجي نتعرف كالتالي. الانبوت راح اجي على يعني قسمين اللي هي ديجيتال، ديجيتال ان هاي الوحده، والثانيه نفس الاوتبوت اللي هي الباص ايش، والثانيه اللي هي الباص باص ان. حلو. بس الان اذا فهمتوا الاوتبوت فهمتوا الان. طيب هسه الان انا كتب بدي اجي انا اطلع على الاشياء الاساسيه، تمام، على الاشياء الاساسيه عندي انا. انا نفس البورتات هذول اللي هن البنات من 5 لغايه اللي هي الثلاثين، تمام، 5 لغايه الثلاثين هذول انا بنات بقدر انا اعملهم كونفيجريشن، تمام. طيب بقدر انا اعمله كونفيجريشن على انهم يكونوا انبوت. نفس السنتكس باجي الان، السنتكس الان باجي بقول ديجيتال، ديجيتال ان النيم اللي انا بدي اياه، نيم اوف يور بن، بعدين بين قوسين اللي هي اسم البن على حسب هنقول الامبد، اسم البن على حسب مين؟ الامبد. هيك هاي ديجيتال ان سهله. بس انا مباشره مجرد بقول ديجيتال ان، اذا انا قدرت استخدم انا الفانكشن الخاصات بعمليات الادخال. هناك لما اقول ديجيتال اوتبوت قدرت تستخدم الرايت، قدرت تستخدم الانتجر، قدرت تستخدم الاساينمنت اوبريتور و و و و و و و الى اخره. حلو. هسه الان انا في شغله مهمه جدا، في شغله مهمه جدا بدنا ننتبه لها دائما. هناك لما كان انا عندي اوتبوت، اوتبوت بن صح؟ كان عندي اوتبوت بن، كنت عادي اقرا اقدر اعمل منه ريدنج صح، واقدر اعمل منه رايتنج، يعني ريدنج ايش اخذ منه الريزلت، هون اكتب الريزلت. يعني اكون شو كنا نستخدم مع هذا البن، يعني شو الاوبريشن المسموحه اللي استخدم لها، اللي هي مثلا ماي ليد او سميه اللي بدك اياه، ماي بن اللي بدك اياه دوت ايش كنا نقول ريد، ممكن كنت استخدمها، او دوت رايت ممكن انا استخدمها اللي انا القيمه اللي انا بدي اياها هون، تمام، اشاره المساواه كنت استخدم انت الى اخره، هذا الاوبريشن. بس هون لا، هون لما اكون انا معرف، شوف لما اكون انا معرف
input بهاي الحالة ما بقدر ايش اعطيه داتا. يعني لما اجي انا اقول ديجيتال، ركزوا على النوتات، ان مو هنا الانبوت اصلا، كيف انت تطلع لي عليه داتا؟ يعني ما الاسايمنت اوبريتور مش مسموحه مع الانبوت بن، مع الانبوت بورت. اجي قلت اكس البن 7، ما بصير اجي اقول اكس تساوي 1. طب هذا غلط، هي مش اوتبوت بورت الاكس، هي ان. اما ايش مسموح لي انه ايش عادي انه انا اقراها، عادي ممكن انا اقراها. اجي اقول اكس دوت ريد، اقرا القيمه اللي جايه عليها لانها انبوت، لانه انا بتكون انا عندي هاي البن تكون موصوله مع اي شيء تدخل الداتا بهذا الشكل دوت ريد، بس هي المسموحه لي. او ممكن ايش اجي استخدم، اقول مثلا بدي اقرا القيمه على متغير اخر، اقول انتجر للاكس، انه انا بدي اخزن القيمه اللي جايه على الاكس واعملها هون. بس الريد الرايت غير مسموحه. مرات بقول لك شو السنتكس ايرور اللي موجوده عندي، بدك تشيك انه انا هناك الريد والرايت مسموحه على، سجلوا عندكم كنوته، مسموحه على الاوتبوت بورد، بينما الرايت ممنوعه على الانبوت بورد، ممنوعه على الانبوت بورد. طيب هسه الان بدي انا الان ببساطه هي شغلات اساسيه لازم انا اكون اعرفها، تمام. الان عندي الان ببساطه راح نستخدم هون في اللي هو مصطلح او جمله جديده راح تنزل على الساحه هون عندنا، اللي هي الاف ستيتمنت. الاف هيك بتاع هيك الاف بالسي بلس بلس او بالسي الز، هاي السنتكس من باب التذكير، ممكن في منكم عارفها. اف ستيتمنت هاي الان ايش هون تحتوي على شرط، كيف الشرط بعمله؟ يعني مثلا اكس اكبر من 1، اكس تساوي هيك تساوي 1، تختلف عن هاي المساواه، هاي اسايمنت، هاي لا بتشيك. او مثلا اكس اقل او تساوي، اكس اكبر او تساوي، اكس في مره لا تساوي ال1 مثلا او الزيرو الى اخره. هاي الاوبريشن في 6 اوبريشن تقريبا. هاي الاف ستيتمنت طلع هاي سنتكس ليها، هاي انا عندي سنتكس تتعلم، هاي شرط كونديشن بحط هون، هذا ينفذ من باب المراجعة في حالة صواب الشرط، يعني إذا صح تنفذ هاي، إذا غلط هذا هون الجملة هاي ينفذ في حالة خطأ اللي هي الشرط، تمام؟ الاف ستيتمنت مرات بيجي جزء واحد منها، سجلوا نوتات كثير كلهم راح تشتغل برامج كبيره. شوف الان مرات بيجي كيف هاي، شوف الان مرات بيجي كيف مثلا اف لحالها بدون جزء الشرط، مرات بيجي جزء الالس بس، انا خلاص بدي اشياء تتنفذ في حاله الصواب بس، في حاله الخطا بدي شيء يتنفذ. هيك هذا الطريق، هاي ايش الاف ستيتمنت، ممتاز. هسه الان بدنا نيجي على بروجرام ونحلله، نحلل البروجرام، انا عندي موجود هون زي ما حللنا هذا كله بني عليه. الان مبدا التحليل البروجرام الموجود انه تصير تقيس قياس، تشوف شو الجمل اللي تم استخدامها. الان لو بدك تيجي تطلع لغه السي بلس بلس لغه كبيره وفيها سنتكس كثير، بس احنا الان بدنا نركز على السنتكس اللي مركزين عليه في هذا الشابتر، يعني الاشياء الاساسيه اللي بتسلكنا نعمل برامج صغيره عقدنا، تمام. طيب الان انا كتلي عندي لما اجي اطلع هون، نيجي على هذا
وهاي آلية التعريف قلنا تمام. شوفنا وهاي وراح نحكي عن المود بس خليها شوية بس نخلصها. شوف نشوف هذا المثال حلو. أيوة طيب ها بلش أمور شوي شوي تتطور. نجي أجي أطلع هيك بشكل عام هيك قبل بدي أطلع على الهاردوير. تطلع على الهاردوير شوف له بس الآن اللي هو الضوء هذا كنا كيف نربطه؟ تربطه على أي بن؟ هاي الليد سيد ضوء تمام؟ تربطه على جراوند هذا الليد احفظ. بس طيب أنا عندي الانبوت كيف أنا ممكن أنا أتلقاه؟ ماشي؟ أنا عندي الانبوت الانبوت باخذه. انا عندي الانبوت ممكن يكون عباره عن سويتش. كيف شكل السويتش؟ يعني هيك سويتش هو فعليا كبسه زي هيك كبسه. كيف كبسه الضوء؟ كبست تضي كبست تطفي تختلف عن البتون. راح نجي السويتش الى حالتين يا زيرو يا ون. يعني انا الان بيكون طرف مربوط مع الجراوند. طلعوا كيف ها طرف مربوط مع الجراوند هون هو زي كيف بتكون زي خلينا نحكي هاي ليد يكون لها رجلين ثنتين او حسب النوع يكون في رجل منها مربوطه مع الجراوند. اعرفوا هاي الاشياء اساسيه قبل احكي فيها. هاي طرف مع الجراوند بكون في طرف موصول مع الفي سي سي اللي هي مين اللي هي الاوت. هي الفي اوت في ليد هون في اوت هاي طلع كيف هذول كلهم موصلات مع بعض اصلا هيك طلع كيف وصل هاي مين تلاقي له اكثر من ليد لما توصل عفوا السويتش لما تيجي تربطه في له داتا شيت في له داتا شيت ببين لك كل شيء يعني طلع كيف احفظ هل بلوك ديجرام تمام وطلع انا طلع كيف كيف كان بفصل لك اياه كيف طرف موصل مع الفي اوت تاع مين اللي هو الانبد نفسها وطرف موصل مع الجراوند عشان تفهم كيف اللي هو انا بحكي عن السويتش. تعرفنا على الليد كيف يتوصل ما انا بدك تفوت على المختبر وتشتغل تفوت على المختبر وتشتغل. الآن كالتالي أنا عندي هذا السويتش أيوه هذا مين؟ هذا السويتش أسا طب أنا أوكي من تربطه على الإنبوت اللي أنا بدي أتلقى منه الداتا وين اللي هو هذا اللي بنربط على البن توصل طلع الأصفر هي موصل على البن رقم هنقول 7 كان موصل هي 7 هذا بكون واصل هون يعني بكون هو فعليا هيك يعني أنا لو بدي أطلع عليه بشكل عام يكون بن بنين ثلاث هذا موصل مع الفي اوت هذا موصل هذا البن بوصله مع مين؟ مع البن الانبوت هيك زي كبسه مثلا اذا كبست هون بتصير اون يعني فعليا مو زي كبسه يا بوصله على الفي اوت او على الجراوند اون اوف تمام. شوف كيف تصير اتعامل مع لي مثلا هسه الان بصير كيف بس الان كيف آلية السؤال اللي جاي على هذا؟ او خلنا نفصلكم وبعدين بقول لكم كيف السؤال، هاي سجلوها. هاي البن اللي انا بدي اياه. هو بكون معمول له كونفجريشن يعني قبل نلاحظ، هسه هون شو قايل له السؤال؟ اربط لي بين سويتش ولدين. تمام هي. سويتش ولدين انا وصلت وكل اموري 100%، وصلت. الان بدي اجي على مين؟ على جزء اللي هو السوفت وير. جزء مين؟ السوفت وير. الآن كتل جزء السوفت وير باجي الآن أنا ببساطة نجي نطلع على جزء السوفت وير طلع عرفه قلنا كل شيء قبل ما تستخدم أي بورت اعمل له كونفجريشن عرفته أوتبوت عرفته أوتبوت بس الآن ها سويتش سمي لي بسكية سويتش عاد أعطي لي اسم بسكية هين طلع كيف ظلك لف إلى ما لا نهاية
شو بقول لك؟ اذا السويتش كان مكبوس، يعني انت كابس اون زي كبسة الضوء، اذا اون شو يسوي؟ يطفي الليد الاحمر، هاي بتنفذ في حالة صواب هذا، ويضوي الليد الاخضر لمدة نص سكند، بعدين ايش يجي يعمل؟ ها طلع شو سوى؟ يعني انا هذا الليد طافي، هذا ضاوي، بعد 5 سكند شو يسوي؟ يطفي، ها شو عمل؟ بعدين يرجع يطفي الجرين ليد لمدة نص سكند، تمام؟ يعني هيك شو سوى؟ طاف يعني الحالة بظل نص سكند وهذا طافي وهذا شغال، بعدين لما يخلص النص سكند بطفي هذا اللي كان شغال اصلا لمدة نص سكند، وبعدين بكمل لتحت، مش راح يكمل على الجزء هذا، مش راح ينزل عليه، مو بظل بشيك بلف. هسا انا ظل سويتش 1، ما دام انه سويتش 1 مكبوس على الاون بظل هاي يعمل الحركة هاي. هسا مثلا كبسته اوف، هسا الاوف لما انا اوف يعني زيرو، لا يساوي سويتش لا يساوي 1، يعني مكبوس على الاوف، وين راح ينفذ هون؟ شو راح يعمل؟ راح يعمل العكس. وصلت؟ هيك الان ببساطة، لاحظ كيف استخدم اللي هي كيف استخدم انا عندي الاف ستيتمنت، هي الان ببساطة آلية استخدام الاف ستيتمنت.